كما يعلم جل المغاربة، هو السيد أثناء المقابلة، يعني مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره المصري، وفي حدود الدقيقة ما بين 70 و80 يعني 80 يعني بعد تسجيل البيت الهدف الثاني للمنتخب المصري، السيد فارق الحياة وهو يتابع أطوار المقابلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيرتاد ماشي يعني تقريبا كيرتاد مرات يعني من كيكون حاضر في البلاد، لانه هو كيقطن في الدار البيضاء، وملي كيكون في البلاد راه كيجي مره ملي كيجي راه كيجي للمقهى، كاين مقاهي اخرى ماشي بالضروره انه هذا المقهى، وانما مقاهي اخرى بالمنطقه اللي هي مقاهي اغلبيه تقليديه. تلقينا الخبر كما تلقاه المغاربة عامة وقاطبة، المغاربة تلقاه بالحزن، يعني أنا هو صيرورة أو ديمومة ديال الحسرة ديال المغاربة كاملين على الاختيارات السيئة للناخب الوطني أو إدارة المنتخب الوطني ككل. فغيض من فيض كما كنقولوا، هو صيرورة أو ديمومة ديال الأحداث، وعسنا ماذا عسنا نقول، إن لله وإنا إليه راجعون. ماشي الوحيد، المغاربة كجول يعني 34 مليون مغربي عنده تعقيب على التشكيلة، فاحنا من لكن كنذكروا من 86 تقريبا او من 86، وحنا بعد اي اخفاق نقول اننا الحمد لله كسبنا شباب، كسبنا طاقه واعده غادي تكون كلمتها في المستقبل القريب. اين هو هذا المستقبل القريب من 86 لليوم؟ فهاد الامور هذه راك انت يعني ادرى بها. الرساله اللي نوجهها هو ان هذا السيد من بين الرسائل القويه واللي قالوا اللي حكوا لنا عليها الناس اللي عاشوا هذا الامر، اللي كانوا في لحظه ديال الوفاه ديالو، انه صلى العصر وبعدها بعد قبل الممات قبل الموت ديالو رحمه الله عليه. فنحن محزون حزينون جدا لمن لم يصلي صلاه العصر، لمن فاتته صلاه العصر وهو يتابع اطوار المقابله. اخويا ماشي كيفاش تلقينا هذا الخبر هذا، ولكن كنا حاضرين. السيد كان جالس حدانا في هذه القهوه هذه اللي على اليسار ديالي دابا، كان الماتش واحد لواحد، ولكن هذاك السيد هو مات تقريبا في التعادل، تقريبا بقى شي 5 دقائق تقريبا يماركيو علينا الفريق المصري، وتا واحد ما فهمتي، كلشي مديا غير في الماتش فهمتي، ولا اله الا محمد رسول الله. بقى فينا داك السيد لانه الجار ديالنا، وخلى وليدات مسكين باقيين صغار، وهو السيد مسكين كبير في العمر، والتوفاته المنيه، وما نقدروش نقولوا بان راه داك الشيء بسبب الكره، ولكن داك الشيء بسبب قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل، لان ربي اللي تيدي اش كيقول ليه، ماشي بسبب الكره ولا سميتو، داك الشيء قدر ليه الله الاجل ديالو يموت في ديك الساعات، ماشي بسبب الماتش. السيد مسكين لا بالعكس، هو السيد مسكين كان شاد براد ديال اتاي فهمتي، مسكين مازال كاع ما يلاه دار ليه فهمتي، يلاه دار ليه السكر وكذا، هادي يلاه كب داك الكاس مريح عادي، داير يديه هكا على رجليه بحال هكا صافي، السيد غبنا عليه فهمتي، ما كاينش اللي مديها في شي واحد، كلشي كيشوف غير في التلفازه فهمتي. واحد اللحظه فاش دار واحد السيد معنا نيت صديق ديالنا راه ما باغيش يبان، فاش دار ليه بحال هكا لقاه باين من العلامات ديال الموت، قابله ملعوبه وواحد لواحد، يعني لا ماشي الاشواط الاضافيه، واحد لواحد دوك راه اش كيقولوا لي باقا تقريبا شي 10 دقائق تنتهي المباراه، وغادي هذا هو اللي نقدر نشهد به انا قدام هذاك السيد، والله يرحمه ويوسع عليه هذا الشيء اللي كاين. هذا الخبر يعني جانا على شكل صدمه، يعني حنا كنا كمشجعين كنتفرجوا في المنتخب الوطني، حتى السيد كيبان لنا على حنا كيبان لنا التكا، يعني ملي تمارك الهدف الثاني ديال المنتخب المصري، على اساس انه قلنا اما طلع لي الدم ولا ناعس ولا، ملي سال الماتش كنكتشفوا ان السيد توفى الله يرحمه والله يصبر لعائلته. يعني هذا الشيء ما خصش يكون هذا التعصب بزاف اتجاه كرة القدم، وهذا خص يكون واحد الروح الرياضية، وراه هذه رياضة يعني كتبقى الهزيمة راه واردة، وحنا أصلا هذا الشيء راه ولفنا على المنتخب الوطني، يعني راه كل عام إخفاق 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 إخفاق، يعني بنادم ما خصوش يكون متعصب لهذه الدرجة. إوا لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا شخصيا ما كنعرفوش شخصيا، ولكن على ما كيعاودوا الناس يعني كيعاودوا عليه غير خير، كيقولوا أنه إنسان كان إنسان مزيان، إنسان الله يعمرها دار. إوا هذا قضاء الله وقدره، وبنادم خصو يرضى به.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.